إعادته باصطياد الكؤوس توج فريق الكويت بلقب كأس السوبر لكرة القدم على حساب العرب وبهدف وحيد في مباراة أقيمت على استاد جابر الدولية. الكويت بهذا التتويج يضيف الكأس الخامسة لخزائن النادي في مشواره في بطولات كأس السوبر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. في ليلة سعيدة لأبناء كيفان كان مسرحها استاد جابر الدولي، أطاح فريق الكويت بطل الدوري الموسم الماضي بفريق العربي بطل كأس سمو أمير البلاد في الموسم الماضي في مباراة كأس السوبر والتي تعد أولى ألقاب الموسم الكروي الأبيض الكويتاوي. وعلى طريقة مباريات الكؤوس حقق الفوز بهدف وحيد والذي أتى بعد رأسية مثالية من المدافع المتألق فهد حمود غير اتجاهها في اللحظات الأخيرة المدافع العرباوي السوري أحمد الصالح مسجلا خطأ في مرمى الهدف الوحيد للعميد الكويتاوي في المباراة، هدف كان كافيا لاعتلاء العميد الكويتاوي منصات التتويج عائدا لممارسة هوايته المحببة بمعانقة الكؤوس وتسجيل الكأس الخامسة في تاريخه ضمن سجل كأس السوبر. والله الحمد لله على كل حال افتتاح الموسم بطولة السوبر وهذا شيء مغريب على لاعبي العميد، اقول هارد لك حق الجمهور العربي ومبروك حق جمهور العميد وان شاء الله قادم افضل ان شاء الله. الحمد لله يا رب خدمة على الشباب كاملين، الشباب ما قصروا، نشكرهم فرد فرد، الاطار الفني، الاطار الاداري، جماهيرنا اللي معانا ساندنا حتى بالرسائل، من غير جمهور بس ساندنا بالرسائل. الحمد لله يا رب فرحنا جمهورنا وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. الحمد لله كانت مباراة كبيرة لاقت بسمعة الفريقين، فريقين كبار واصلين لها مو شيء غريب سوى واقول هارد لك اخواني ولاعبين العربي للامانة قدموا مباراة كبيرة واقول مبروك حق جماهير العميد ونعدهم بالافضل ان شاء الله. إذن السوبر الكويتاوي مع هذا التتويج يعلن عودته باصطياد البطولات في ظل فكر إداري وفني عالي لنادي الكويت معقل الإنجازات. كأس ستفتح الشهية للعميد الكويتاوي لاقتناص البطولات المقبلة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.